هنا في العاصمة الإدارية 175,000 فدان، احنا شغالين على 40,000. مفيش، وانا بقولها لكم لتالت او رابع او خامس مرة، مفيش حد من موازنة الدولة دفعت قرش هنا. ومش كده وبس، الشركة اللي شغالة هنا هتأجر لنا كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتأجره لنا، يعني هي عملته هتأجره لنا. والشركة دي أقدر أقول بمنتهى التواضع بعد كل الإنفاق اللي احنا بنتكلم فيه عليها هنا في العاصمة، في مش أقل من 42 45 مليار جنيه في البنوك كاش، وفي حوالي زيهم ائتمان عند الناس اللي خدت الأراضي. إذن لما التحرك بتاعنا كدولة في مجابهة حالة العوز والفقر اللي موجودة، كان لازم ما تبقاش حلول، يعني حلول أخلق، أنا آسف بقول التعبير ده، أولد عشان ما يصحش أقول أخلق، أولد قدرة من المتاح، أولد قدرة من المتاح.